في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان وسيظل وثيقة هامة ومرجعا رئيسيا تستند عليه كل المبادرات الأممية الهادفة إلى صون حقوق الإنسان، بما يوفر المناخ الملائم لعالم أكثر استقرارا وتعلو فيه قيم المساواة والكرامة لبني البشر في كل مكان. وأضاف سموه أن التحديات العديدة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي يجب أن تكون دافعا نحو تعاون أكثر عمقا لتجاوز تداعياتها السلبية، بما يعزز من أجواء السلام والاستقرار والتنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان. ورأى سموه أن تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة يعد ركيزة أساسية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في العالم من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدل وسيادة القانون، والتي تشكل مقومات أساسية لضمان العيش الكريم وبسط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم والوئام المجتمعي. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حرصت على ترسيخ المبادئ التشريعية والقانونية التي تصون وتحفظ حقوق الإنسان وتعزز من قيم التأخي والتسامح والتعايش في المجتمع، إيمانا بما تشكله من دعامة أساسية للنهضة والتحضر. وأكد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد الاثنين ويقام هذا العام تحت شعار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 70 عاما. إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره قبل 70 عاما يشكل نقلة نوعية في مسيرة التطور البشري وأسس لمرحلة هامة من تاريخ الإنسانية من أجل عالم تسوده الحرية والعدالة والمساواة. وأكد سموه مجددا حق الإنسان في الأمن والعيش بسلام في مناخ من الاستقرار، وقال إن هذا الحق يمثل مطلبا ملحا لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه. وقال سموه إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية أن يكون نهج العمل الدولي على صعيد احترام حقوق الإنسان شاملا لهذه الحقوق في مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنها في سبيل ذلك حريصة على دعم كل جهد دولي غايته إرساء دعائم عالم يسود بين دوله وشعوبه السلام والتعاون. وأكد سموه أن نجاح مملكة البحرين في الحفاظ على سمات التنوع والتعددية الثقافية والعقائدية والحضارية التي يتمتع بها المجتمع البحريني يجسد صورة مثالية لصون حقوق الإنسان وضمان حرية ممارسته لمعتقداته الدينية والثقافية بلا قيود، كسمة إنسانية نبيلة تعبر عن الرقي الحضاري والثراء الثقافي لمملكة البحرين.